أهلا ومرحبا بأحلى المتابعين في العالم، متابعي قناة جذور. أتمنى أنكم جميعا في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. إذا إخواني، حتى لا أطيل عليكم، دعونا ندخل بسرعة إلى صلب الموضوع. مما لا شك فيه إخواني أنه إذا فقدت بياناتك الشخصية سواء من على الحاسوب أو من على الهارد ديسك أو من على مفتاح USB أو بطاقة الذاكرة، فمما لا شك فيه أن هذا الأمر يعتبر مأساة حقيقية لدى بعض الناس. لماذا؟ لأن هذه الملفات يمكن أن تكون صورك أو فيديوهات طفولتك أو حتى بعض الملفات المرتبطة بعملك. لذلك هناك أناس لديهم استعداد لدفع أي مبلغ من المال من أجل استرجاع هذه البيانات الضائعة. وإذا سألت أي شخص يعني عن طريقة استرجاع هذه البيانات سوف يقول لك ببساطة هناك العديد من البرامج التي تقوم بهذه الوظيفة. لكن حتى نكون واقعيين إخواني وعن تجربة شخصية أتحدث، فإن أغلب البرامج المعروفة وللأسف فإنها لا تؤدي هذا الدور يعني بشكل فعال 100%، وأغلبيتها فهي برامج ضعيفة للغاية. لكن في الآونة الأخيرة هناك برنامج يعني خلق نوع من الضجة في المحتوى الغربي. هذا البرنامج هو من شركة كبيرة ومعروفة تعرف باسم وندر شار، التي لديها يعني العديد من البرامج التي أذهلتنا مثل برنامج المونتاج والتعامل مع الفيديوهات وبرامج أخرى. ما يهمنا هو برنامج أطلقته في الآونة الأخيرة تحت اسم يعني برنامج ريكوفريت أو باللغة العربية ردها لي أو استرجعها لي. هذا البرنامج يعني لاحظت أنه في المنتديات الغربية هناك العديد من الناس التي تتحدث عن هذا البرنامج بأنه برنامج خارق وقوي جدا ويستطيع استرجاع بيانات تالفة وضائعة يعني من أي شيء يستعمل في التخزين. وبطبيعة الحال يعني كل التعليقات التي قرأتها حول هذا البرنامج يعني أذهلتني وجعلتني أفكر يعني في أن أجرب هذا البرنامج وأرى هل فعلا هذا البرنامج يمتلك هذه القدرات الخارقة أم أنه برنامج عادي مثله مثل أي برنامج آخر. وما جعلني أفكر في تجربة هذا البرنامج الآن بالذات هو ناهيك يعني عن التعليقات الرائعة حول هذا البرنامج بكونه أقوى برنامج في العالم، خصوصا أن الشركة المسؤولة أو المطورة لهذا البرنامج هي شركة كبيرة ومعروفة وسبق وأذهلتنا بالعديد من برامجها الرائعة جدا. إضافة إلى ذلك أنه في السابق كان من أجل تحميل هذا البرنامج كان عليك أن تدفع مبلغ من المال، وطبعا نحن كعرب من منا يستطيع أن يدفع مبلغ من المال مقابل برنامج لم يقم بتجربته شخصيا ويتأكد فعلا من مصداقيته ومن قوته. لذلك هذه الشركة مؤخرا قامت بإطلاق هذا البرنامج يعني تحميل هذا البرنامج عفوا مجانا، حيث صار بإمكانك أن تقوم بتحميل النسخة التجريبية من هذا البرنامج وتقوم بتثبيتها وتقوم بتجربتها بنفسك وتقوم باسترداد البيانات، لكن في حدود 100 ميجا فقط. طبيعة الحال هذه التجربة هي حتى تثبت أو تتأكد بنفسك هل فعلا هذا البرنامج هو برنامج قوي كما يدعي أم أنه حاله حال جميع البرامج. وطبيعة الحال هذه الشركة المسؤولة عن هذا البرنامج يعني قد أنفقت كثير من المال واستعانت بالكثير من المتخصصين والخبراء حتى تطور لك هذا البرنامج القوي جدا. لذلك لا يمكن طبيعة الحال أن تكون كامل خدمات هذا البرنامج بشكل مجاني، لكن في المقابل أنك إذا فقدت يعني بيانات حساسة ومهمة جدا فأنا أعرف أنك مستعد لتدفع أي مبلغ من أجل استردادها، لكن هذا البرنامج سوف يقدم لك هذه الخدمة مقابل مبلغ صغير من المال، وبطبيعة الحال كما أخبرتكم يعني تجربه بنفسك أولا. لذلك في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أقوم وإياكم بتجربته. ندخل على الرابط الموجود في صندوق الوصف، وهذه هي واجهة الموقع كما ترون. يمكنك التحميل بالمجال من هنا يعني عن طريق الضغط على هذه الأيقونة، وهو بطبيعة الحال يدعم جميع أنواع الويندوز سواء ويندوز 7 8 10 وحتى الإكس بي والفيستا، ويدعم يعني كل من أنظمة التشغيل الويندوز والماك. بالنسبة للملفات التي يستطيع هذا البرنامج استرجاعها فهي أزيد من 1000 نوع من الملفات، يعني ملفات الدوكيمون مثل التكست أو الكتابات أو أي شيء يعني من هذا القبيل، الملفات الصورية بكل الامتدادات، وملفات ملفات الفيديو ايضا يعني يمكنكم ان تروا يعني الامتدادات هنا فهي تظهر في الشاشة، الملفات الصوتية، الايميلات والصفحات الويب المخزنة على حاسوبك، وملفات اخرى. عموما ازيد من 1000 ملف او عفوا ازيد من 1000 نوع من الملفات، فهذا يعني بانه يشمل تقريبا اغلب الامتدادات المعروفة.
إضافة أن هذا البرنامج يمتلك يعني خصائص مميزة في استرجاع هذه البيانات. مثلا يمكنك يعني يدعم الديب سكان يعني أو البحث العميق من أجل استرجاع أغلب الملفات وحتى البحث السريع. بطبيعة الحال ميزة أخرى إضافية أنه يمكنك مشاهدة الملفات التي يتم استردادها أو التي تريد استردادها قبل يعني أن يتم استرجاعها. أيضا فهو يحتوي على فلتر يعني احترافي يمكنك من استرجاع، مثلا إذا أردت استرجاع الصور لوحدها يمكنك أن تقوم بذلك دون استرجاع ملفات أخرى. وبطبيعة الحال يمكنك عمل بوز ويعني إيقاف للبرنامج وإعادة تشغيله إذا أردت ذلك بدون أي مشكلة. ومميزات هذا البرنامج يعني لا تتوقف هنا، بل لديه ميزة أخرى إضافية رهيبة جدا، وهي أنه إذا كنت تمتلك مقطع فيديو يعني تم إتلافه أو لم يعد بإمكانك تشغيله بالمرة، هذا البرنامج يعني قادر على إصلاح هذه الملفات وإعادتها يعني كيفما كانت. إذن كفانا من الحديث حول البرنامج ودعونا نقوم بتجربته بأنفسنا. إذن بمجرد الضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو سوف تظهر معك واجهة البرنامج بهذا الشكل، وهذا يعني أيقونة التحميل عفوا، نضغط عليها من أجل التحميل. إذن سوف أختار يعني مكان تخزين هذا الملف مثلا في المكتب، وننتظر انتهاء التحميل. وكما ترون يعني انتهى التحميل، سوف نضغط على البرنامج. إذا نقوم بتثبيته بطريقة عادية. إذا هذه أيقونة البرنامج يعني بدأ تنزيله، سوف نقوم بتثبيته بطريقة عادية جدا. إذا سوف نضغط على انستال وننتظر انتهاء تحميل البرنامج، وأخيرا نضغط على ستار أو تشغيل البرنامج. وهذه هي واجهة البرنامج يعني كما يظهر أمامكم، واجهة بسيطة جدا. وهذا البرنامج يدعم العديد من اللغات، يمكنك تغيير اللغة يعني باللغة التي تناسبك، فهو يتوفر أيضا على اللغة العربية. لاحظوا معي هذه اللغة العربية، نضغط على حسنا ومبروك عليك، صار البرنامج باللغة العربية. وهو بسيط جدا في الاستخدام، حيث يمكنك استرداد الملفات سواء من الكمبيوتر نفسه عن طريق اختيار الأقراص الصلبة المرتبطة مع الحاسوب، لاحظوا معي هذه الأقراص الموجودة كلها، أو يمكنك يعني اختيار مجلد ما يعني أن أختار الملف الشخصي الذي أريد استرداد الملفات منه، أو يمكنك استرداد الملفات التي فقدتها من على سطح المكتب أو يعني من على سلة المهملات، يعني الأشياء التي قمنا بحذفها بشكل نهائي، أو يمكنك يعني استعادة الفيديوهات الضائعة أو التالفة أو إصلاحها يعني عن طريق هذه الأيقونة، أو يعني استرداد ملفاتك من حاسوب معطل، وهذه ميزة رهيبة جدا. يعني إذا كان لديك حاسوب معطل ما عليك سوى أن تقوم بربط قرصه الصلب مع هذا البرنامج وتقوم باسترداد هذه الملفات. وطبيعة الحال إذا كان لديك أي جهاز خارجي مثل الاس دي كارد أو مفتاح اليو اس بي، وهذا ما يهمنا في هذا الفيديو، فسوف يظهر لك أيقونة يعني هذه الأداة هنا في هذا المكان. إذا لنبدأ التجربة ونقوم بربط بطاقة الذاكرة مع الحاسوب. إذا هذه بطاقة الذاكرة كما ترون يعني عندما أدخل إليها كما ترون فهي فارغة تماما. إذا عندما نعود إلى البرنامج لاحظوا معي هذه بطاقة الذاكرة قد ظهرت معي هنا، سوف أقوم بتحديدها ببساطة ثم أضغط على بدء. وكما ترون يعني لدي هنا بعض الملفات التي عادت، وسوف أنتظر عودة باقي الملفات الأخرى. وكما تلاحظون فإن البرنامج يعني ما زال يسترجع العديد من الملفات المفقودة. لاحظوا معي لدي هنا 10 فيديوهات استرجعها من صيغة الـ AVI، ولدي 5 صور كما تلاحظون. عند الضغط على أي صورة سوف تظهر لك هنا في الجانب يعني كدليل على أنها شغالة، ولدينا 12 مقطع فيديو بصيغة MP4. وبالطبع يمكنك عمل توقيف مؤقت للبرنامج وإعادة إطلاقه أينما تشاء. وفور انتهاء البرنامج من الفحص سوف تظهر لك مجلدات بأسماء امتدادات الملفات التي تم استعادتها، مثلا في حالتي ما يهمني هي الصور مثلا، يعني سوف أختار الصور التي أريد استرجاعها أو الملفات الأخرى، مثلا أنا أريد الصور فقط، ما عليك سوى الضغط على استرداد وسوف يتم استرجاعها في الحين. كمثال آخر لقدرة هذا البرنامج لدي هنا مقطع فيديو تعرض للتلف، لاحظوا معي سوف أقوم بتشغيله، والنتيجة أن المقطع يعني أصبح تالف وغير شغال. ببساطة نتوجه إلى البرنامج، سوف نختار خاصية إصلاح الفيديو ثم نضغط على بدء. هنا يمكننا اختيار مكان الفيديو، بطبيعة الحال فهو موجود في الفيديوهات عندي، سوف أختار هذا الملف ثم أقوم بفتحه. بعد ذلك سوف أضغط على أيقونة إصلاح، وكما ترون تم إصلاح المقطع بنجاح. سوف نضغط على حسنا، بعد ذلك يمكنك يعني حفظ الفيديو عن طريق الضغط على هذه الأيقونة. وأخيرا هذا هو مقطع الفيديو الذي تم إصلاحه، ودعونا نقوم بتجربته. إذا والنتيجة كما ترون أن المقطع يعني صار شغال من جديد.
خلاصة القول بعد تجربة متكررة لهذا البرنامج تبين فعلا بأنه برنامج خرافي جدا وقوي. من الآن فصاعدا يمكنك ضمان عدم فقدانك لبياناتك الشخصية مع وجود هذا البرنامج الرائع جدا. وبطبيعة الحال فنحن نتحدث عن شركة لديها أزيد من 16 سنة يعني خبرة، ونتحدث عن شركة أو عن برنامج يستعمل أكثر من 5 مليون مستخدم. وطبعا الحال فمن ضمانة هذه الشركة أنها يمكنها أن ترجع لك المال في ظرف 7 أيام إذا لم يعجبك يعني البرنامج. أكثر من ذلك أنها تدعم يعني التشفير، أي أن البرنامج آمن جدا. وأكثر من ذلك أن هنالك دعم فني للتواصل معك يعني 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع. بالنسبة لمن يسأل يعني عن تسعيرة البرنامج، فهو يبدأ بحزمة يعني من 3 خدمات لا محدودة مقابل $59، وإذا أردت كامل الخدمات ولا وهي 5 خدمات بطبيعة الحال فتكون بطبيعة الحال بمبلغ $79. أتمنى بطبيعة الحال أن يعجبكم هذا البرنامج. أي شخص منكم قام بتجربتي أو أي شخص منكم لديه بيانات مفقودة فليخبرني عن تجربته عن هذا البرنامج في التعليقات. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.